أن السبب الثالث في الحفظ اقرأ صورة من معاني كلمات ما تحفظ وسبب النزول. وانت بتقرأ افهم معنى الكلام اللي انت بتقرأه. كأن تحفظ من تفسير الجلالية وأحذره، تفسير الجلالية مطبوع أسباب النزول السيوطي، أن في هذا التفسير الجلالية تأويل للصفات، تأويل الصفات، يعني يقول يد الله يعني قوته أو إلى غيره من هذه الصفات. فإنه يقول السياق الأمر العظيم، دعك من كل هذا، وإنما فقط افهم واحترق وعليك بالعقيدة السلفية. أو مختصر تفسير الطبري ومعه أسباب النزول النيدغبوري، أو غيرهما من المختصرات للتفسير، وهو مما كثر من تكر في بعض المصاحف المطبوعة دلوقتي فيها المصحف وعلى هامشه معاني الكلمات وأسباب النزول. يبقى جميل جدا لو استعنت بالله وأخذت مصحفا من هذا النوع. أربعة، تبدأ الحفظ فورا، يعني هنروح نلاقي تبدأ حفظ لله، لأنك إذا أدلت إلى بكرة يجي بكرة نفسك تقول لك إيه، طب ما نبدأ من أول رمضان تبقى جميلة، تيجي في أول رمضان تقول نفسك تقول لك إيه، طيب ما أول رمضان يعني إيه، شهر رمضان شهر التلاوة، خليها بعد رمضان، تيجي بعد رمضان ما هو خلاص بقى إلى أن بتهدد بقى وخلينا بالعيد وأكل الكحك، وبطل حفظ، ابدأ حفظ من الليل فحسب الإلهي، الإلهي مقصودك. إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يرسل لنا حفظ القرآن.